عطار الحلاق، خريجة معدنية بمصلحة الفنون الثقافية من مدينة العرائش. شاركت في أعمال مسرحية قبل ما ندخل المعهد، ومن بعد المعهد شاركت في أعمال احترافية أكثر. تغيرت تجربتي بحكم المعهد، رغبتني بدوزة المعهد. خدمت مع ناس كان محتار من بداف بحل الأستاذ عبدالعاطي المباركي، أستاذ نايم الزيطان، يوسف العقوبي، أستاذ الهواز، أستاذ زكريا الفلو. دابا أنا شاركت أعمال تلفزية وأعمال سينمائية مع أستاذ مرجيت نجار، ودابا بصدد إنجاز أعمال مسرحية جديدة في الموسم هذا القادم. في هذا الوقت هذا ما محتاجش الوظيفة باش نقدر نعيش، في هذا الوقت هذا خصني بدن تنزف فنيا عاد باش نقدر نقول أنا عييت، أنا بقى ما عييت، خصني شي حاجة اللي تعييني بالصح. ويمكنش نكون اختاريت المسرح باش نولي موظفة وراو بيرو كندير الخدمة اللي كيديروها الناس في القطاع. أنا فنانة قبل كل شيء. زوينة مع الدراري كلهم صحابي، كلنا تقريبا خريجي المعهد، وكانوا بعض الناس اللي ماشي خريجين بعد، وكانوا واحد النوع ديال التعاون ما بين الخريجين وما بين الناس اللي رسموا المسار ديالهم الهواية وبقاو في الهواية حتى احترفوا. وهي تجربة ممتعة مع ناس ديجا خدمت معاهم، كانت تجربة عاوتاني مختلفة، نص مغربي، إخراج مختلف مع الأستاذة نعيم الزيطان اللي ديجا خدمت معاها في أعمال أخرى. المهم كانت تجربة مضيفة ضافت لي بزاف ديال الهوايج. المسرح ولا الفن بصفة عامة ملي كيقيدوه دي طابو ما كيبقاش فن، كتولي كدير شي حاجة وحدة أخرى. الفنان خصو يكون ما مقيدش باش مثلا تعالج موضوع ديال مثلا الشذوذ الجنسي، ما يمكنش ما دير حتى شي مشهد فيه نوع ديال شي، المهم واحد نقول شعوري، المهم كتكثر شي طابو. ما يمكنش تعالج قضيه حساسه بحال هذه وما ديرش وما تكونش جري، والا ما تكونش عندك مصداقيه. فبالتالي الفن خصو يكون متحرر على كل الطابوات، وخلي الناس هما اللي يختاروا الحاجات اللي يشوفوا الحاجات اللي ما يشوفوش. كاينه واحد الحاجه سميتها موان دو 18 طون موان دو 16 طون، يعني الناس كيختاروا المنتوج اللي كيشوفوه. علاش المنتوج الامريكي مثلا، السينما العالميه ملي كندخل المغرب تعرض في السينما مغربيه ما كتمنعش وما ما كيدروش كاع عليها. وملي كيكون شي فيلم بحال مثلا فيلم ديال نرجس نجار اللي شاركت فيه انا، تمنع من العرض في السينمات المغربيه كامله وما شافوهش الناس، وفيلم يستحق بصح المشاهده وفيه الشيدور زعما السينما دوتور اللي ما كاينش بزاف في المغرب. نورمالمون كخصو يتعرض، ولكن حيت ما خصناش نقيسوا الطابوات، ما خصناش نكونوا جريئين، ما خصناش نكونوا كنهضروا بحريه، ما خصناش نكونوا احرار. هذاك الفيلم تمنع بحال لطيفه احرار ملي عطات الحريه للجسد ديالها في الخشبه هاجموها. هذا ما كاينيش انها هي ماشي هي على خطا وهما على صواب، بالعكس الفنان خصو يكون حر باش يقدر يبدع، سينو كيولي كيدير ما يريده المشاهد. دابا دخلت تجربة جديدة ديال لا دونس كونتومبورا مع فرقة ديال أنانية، كومباني أنانية ديال الرقص المعاصر. وعاوتاني عندي مسرح المونودراما مع أستاذ إبراهيم الهنائي، تجربة زوينة. في مستقبلا عندي شي 4 أو 5 مسرحيات، باقا ما اخترتش بيناتهم شكون اللي غنخدم فيها شكون اللي ما نخدمش فيها. كنتسنى تيعطيوني النصوص باش نقدر نختار، مع العلم أن زعما ليكيب كاملين ديال هاد لي بياس كلها زوينة، ولكن ما عرفتش باش نكون أكثر ديسبونيبيليتي خصني نختار شي 3 ولا 2 كاع.